زينب على قبر أخوها الحسين وأخوها العباس. وإذ بإمامنا زين العابدين مثل قال قوم ربنا. قالوا لما؟ قال أخاف على أمة زينب أن تموت، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألا ترونها كيف تقوم من قبر وتقع على قبر. جاء إليها قال أما قومي قومي بنا إلى المدينة. قالت يا ابن أخي لم نتزوج بعد. قال أما لا بد وأن نعود إلى مدينة جدنا. قالت وماذا أقول للشامتين في المدينة إذا سألوني عن أخي الحسين وأخي العباس؟ أنا أقل حسين ظل جثة بلا وعباس، وعباس النفي قطع يمين.